موكب الرئيس الأمريكي وتنقلاته، الشغل الشاغل لفريقه الأمني، ومن أبرز عناصر موكبه داخل الولايات المتحدة مروحية مارين وان. بدأ استخدام هذه الطائرة في البيت الأبيض رسمياً منذ عام 1957 في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور، لتصبح منذ ذلك الوقت أهم وسائل نقل الرئيس الأمريكي داخل البلاد. الطائرات الجديدة تضم نظام اتصالات متقدماً وقدرة على الاتصال بالأقمار الاصطناعية ونظام حماية لخزان الوقود بمعايير خاصة للتصادم لمنع حدوث حريق بعد الاصطدام، إضافة لمقاعد خاصة تخفف من قوة أي اصطدام. وترتبط هذه الطائرة أيضاً بنظام ملاحة خاص ونظام للتحذير في حال الاقتراب من الأرض أكان بشكل أفقي أو عمودي، وهي تستخدم محركات توربينية لتشغيل المروحية بنظام هوائي. تستوعب المروحية الرئاسية 19 راكباً، ارتفاع الكابن يبلغ 183 سنتيمتراً وعرضها 100 سنتيمترين، يمكن الجميع من الوقوف بشكل طبيعي. كما يتيح نظام عزل الصوت للرئيس من ومن يركب معه من الحديث بشكل طبيعي من دون استخدام أجهزة خاصة. الرئيس هو دائماً آخر شخص يصعد على متن الطائرة، لذا بمجرد دخوله يتم إحكام إغلاق الباب وتقلع الطائرة مباشرة. يبقى أن نعلم أن مارين وان لا تحلق أبداً بمفردها، بل ترافقها مباشرة بعد الإقلاع مروحيات مطابقة لها في جميع المواصفات، تغير مواقعها في الجو مرات عدة بطرق عشوائية حتى تضلل أي عدو محتمل.